بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. جاء هذا الدعاء المبارك في سورة آل عمران على لسان الراسخين في العلم الذين رزقهم الله تعالى ووفقهم وهداهم إلى عدم الخوض في أمر المتشابه من الآيات، بل خشعت قلوبهم ولهجت ألسنتهم بالإيمان بالقرآن محكمه ومتشابهه، كما أخبر الحق تبارك وتعالى فقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله تعالى أنزل القرآن الكريم، ومن حكمته سبحانه وتعالى إنه جعل منه آيات محكمات ومتشابهات. محكمات يعني محددة المعنى، بينة المقاصد، وهي الأصل وإليها المرجع في القرآن الكريم. وأخر من هذه الآيات متشابهات بيدق معناها على أذهان كثير من الناس وبتشتبه على غير الراسخين في العلم. ونزلت هذه المحكم والمتشابه، المتشابه عشان يجعل العلماء يجتهدوا في فهمها وفي البحث في أسرارها. فالراسخون في العلم مؤمنون بمحكمه ومتشابهه، يعملون بمحكمه ومؤمنونهم بمتشابهه. فلما آمن الراسخون في العلم بكل ما أنزل الله تعالى من المحكمات والمتشابهات، تضرع أهل العلم من الراسخين في العلم، تضرعوا إلى ربهم بأنه سبحانه وتعالى يثبتهم على هذه الهداية. لأن التوفيق اللي الإنسان بيجده في منهج علمي قويم يمشي عليه ده توفيق كبير، لأنه بيثبت بيه على الهداية. فهم رغم إن هم ربنا وفقهم إلى هذا المنهج الرشيد في التعامل مع آيات القرآن الكريم، إلا لأنهم راسخين في العلم توجهوا إلى الله ضارعين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدر الراسخون في العلم دعاءهم بالإقرار بربوبية الله تعالى ربنا، وفوضوا الأمر لله وسألوه التوفيق، لأنه هو الرب. الرب يعني هو المتولي التربية، ومن غير الله تعالى ربا؟ لا إله إلا الله. هو الله سبحانه وتعالى المربي، والتربية هي إيصال المربى إلى الكمال المطلوب له. وهنا المطلوب اللي بينشده الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا. ده مطلوبهم، ده دعائهم اللي عايزين إن ربنا سبحانه وتعالى يجيب هذا الدعاء، رغم إنهم على علم كثير، لكن كل ما بيتعلموا وكل ما بيزدادوا من العلم بيزدادوا تواضع، وبيزدادوا سؤال لله تعالى إنه يثبتهم، لأنه ممكن يحصل زلل. فدعا الراسخون في العلم ربهم بعدم الزيغ، يعني وعدم الميل عن الاستقامة، وعدم الانحراف عن الحق. ربنا لا تجعل قلوبنا تميل عن الحق والهدى بعد ما أنعمت بالهدى وبالتثبت علينا، كما حصل مع قلوب الذين في قلوبهم زيغ، اللي هم بيتبعوا المتشابه في القرآن الذي له أكثر من تأويل وبيحتاج إلى دقة في البحث عشان يفسروه على هواهم. لا، الراسخون في العلم
عارفين ان العلم ده امانه، والقران ده لابد ان يكون الانسان فيه دقيق، يتبع المنهج القراني في فهم القران الكريم، والرشد في المنهج والرشد في الطريقه والرشد في الفهم ده توفيق، والاستمرار عليه مدد وامداد من الله تعالى. فتوسل الراسخون في العلم بسابق احسان العظيم جل جلاله وانعامه عليهم بعد اذ هديتنا. ربنا ولا تزغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني توسلوا إليه بأنه صاحب الفضل والمنة، أنه هداهم، وبعد أن وبرضه توسلوا من قبل ذلك بربوبيته ربنا. وده يدل على إيه؟ لما يتوسلوا بقولهم في دعائهم ربنا، يعني أيها المربي تولانا، تولي بقى إيه؟ هداية خاصة، هداية توفيق دائمة. وكمان توسلوا بإنك يا رب صاحب الفضل والنعمة والهداية، فتوسلوا بأكثر من وسيلة. وده دلالة على إن سؤال الله الهداية، دلالة على إن سؤال الله الهداية وعدم زيغ القلب وثبات المؤمن على وثبات قلبه على الحق، ده مطلوب مهم جدا. وأن الراسخين في العلم في تضرعهم تضرعوا تضرع كبير لحصولهم على هذا المطلب المهم. مش استأسدوا بقى أن هم على علم كبير، لا، شافوا نفسهم لا شيء، لا حول لهم ولا قوة إلا بإمداد الحي الباقي، لا توفيق لهم إلا بإمداده بتوفيقه وهدايته. فتضمن دعاء الراسخين في العلم هذا المطلب الجليل، سؤال الله تعالى الثبات على الدين القويم، الثبات على الحق، الثبات على الطريق المستقيم اللي عليه النجاة يوم الدين. ولا يكون ذلك إلا بالتوفيق من الله تعالى رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا بعد إذ هديتنا ووفقتنا لدينك وإلى الإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك، هب لنا من لدنك رحمة، أعطنا من فضلك وكرمك رحمة تثبتنا بها على دينك دين الحق، وتثبتنا على الإيمان بكتابك. والرحمة هنا في الآية رحمة عامة. ومن جميل تضرع الراسخين في العلم وتوسلهم إنهم سألوا الله تعالى بلفظ الهبة، يعني مش أعطنا، لا، هب فعل طلب من يهبوا، هب لنا من لدنك رحمة. لفظ الهبة ده يشعرك بإيه من جهة فهم اللغة؟ إشارة إلى إن ده بيتحقق، هو متحقق منه سبحانه وتعالى من محض فضل، بمحض فضل، مش واجب، لأنه ما فيش حاجة تجب على ده، كله فضل من الله سبحانه وتعالى. ربنا هي منك هبة وعطية، إذ ليس لنا الحق في أي شيء إلا ما تتفضل به علينا. ربنا ارحمنا برحمتك من أن نقع في الأهواء فتزيغ القلوب وتميل عن الحق، بعد إذ أنعمت علينا وهديتنا إلى هذا المنهج الرشيد في فهم آياتك، محكم الآيات ومتشابه الآيات. ولسان حال الراسخين في العلم إنهم بيتوجهوا إلى الله راجين متضرعين، ربنا لا قدرة لنا إلا بك، يبقى ما هم عندهمش قدرة بذاتهم، بيستمدوا القدرة والقوة من الله الحي الباقي. ولسان حالهم يقول في دعائهم وتضرعهم لولا معونة الله لنا كنا لا شيء، لابد أن نكون أو نحيا نحن بمعونة الله تعالى. ولولا معونة الله تعالى لعباده
وإمداده لهم بالتوفيق ما وفقوا وما اهتدوا، فهو الله الهادي الموفق سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سأل الراسخون في العلم ربهم هب لنا من لدنك رحمة، وجاءت رحمة جاية بالتنوين والتنكير، الكلمة ما فيهاش تعريف، بالتنوين والتنكير، وده في اللغة يدل على التفخيم والتعظيم. يعني هما مش عايزين أي رحمة، الراسخون في العلم يريدون رحمة عظيمة واسعة شاملة، وهي اللي بيكون معاها حصول نور الإيمان والتوحيد والمعرفة في القلب، فتملأ القلب بها نورا وإيمانا وتصديقا ومعرفة بالله العظيم. يسأل الراسخون في العلم ربهم رحمة تسري بها في الجوارح أنوار الطاعة والعبودية، رحمة تيسر بها أسباب المعيشة من الأمن والصحة والستر في الدنيا وسهولة الموت في سكراته. رحمة يسألها الراسخون في العلم كذلك عند السؤال في القبر، ثم رحمة تفيض بها ويفيض بها عليهم المولى سبحانه وتعالى، فيغفر بها السيئات ويزيد بها الحسنات ويضاعفها يوم القيامة، لأن الرحمة من آثارها التوفيق والدوام على الهدى في الدنيا والنعيم الأبدي في الآخرة. قال الله تعالى على لسان الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والراسخون في العلم يعني في دقة في استعمال الألفاظ وفي تدبر وتفكر، من لدنك ربنا هب لنا من لدنك رحمة، إشارة إنهم سألوا الرحمة منه جل وعلا تفضلا وتكرما، وده تأكيد على نفس المعنى بتاع هب لنا من لدنك، يعني أنت المختص الوحيد بهذا الفيض في العطاء والرحمة الشاملة العامة. وده معناه من لدنك فيها ما فيها من معاني التعظيم والإجلال لله تعالى، وإن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، لا في علم لا في طب لا في دراسة لا في عمل لا في تربية ذرية لا في وضع خطط لكذا أو كذا، لابد أن يستمد العبد من الله سبحانه وتعالى مدد التوفيق الدائم، مدد الثبات، مدد الهداية، وده معنى من لدنك، وده من حسن دعائهم وأدبهم مع ربهم سبحانه وتعالى. إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. الوهاب اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وبيأتي هذا الاسم الشريف على صيغة من صيغ المبالغة في اللغة العربية على وزن فعال، وده معناه يا من تعطي العطاءات العظيمة الكثيرة المتنوعة الخالية عن الأعواض والأغراض. يعني الله سبحانه وتعالى يعطي العباد بلا مقابل، فهو ده لسان الراسخين في العلم في دعائهم: يا وهاب، يا من تعطي بلا غرض ولا عوض، إن هذا طلبنا الذي ندعوه منك في هذا الدعاء، استجب لنا هذا الدعاء يا وهاب. في هذا الدعاء يقولون كأن لسانهم، يعني ده دعاء عظيم بالنسبة إلينا يا رب، سؤالك إنك تهدينا وتثبتنا على الحق وإنك تفيض علينا برحماتك، هذا دعاء عظيم مهم بالنسبة إلينا، لكنه يسير بالنسبة إلى كمالي
كرمك وغاية جودك ورحمتك وإحسانك بعبادك. والحقيقة إن دعاء الراسخين في العلم بهداية القلب هو تأكيد على عظيم أمر هداية القلب، وإنه ده دعاء مهم إن الإنسان يدعو بالهداية والثبات عليها، وألا يزيغ عنها، وألا يزيغ عن طريق الله المستقيم. هداية القلب مهمة لأن القلب هو أمير الأعضاء، والأعضاء والجوارح جنوده، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، إذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا اعوجت. لهذا ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نستفيد من أدب الداعين بهذا الدعاء أن التخلية كما قال العارفون تكون قبل التحلية، بمعنى أن يفرغ المكان. لو عندك إناء فيه شوائب وتريد أن تضع فيه شيئا طيبا لشراب، لابد أن تفرغه مما فيه من الشوائب أولا لتضع ما تريد من الشراب الطاهر الحلو. وكذلك القلب، هم سألوا ربهم أن يطهره من الشوائب والأذى، ويطهر القلوب من كل سيء وقبيح، كما دل ده قول المولى سبحانه وتعالى، دل على ذلك قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا. يبقى طلب الثبات وتطهير القلوب، طهارة القلوب واستقامة القلوب على الحق، ثم بعد ذلك يحلى بالحسن ويملأ بكل حسن وصحيح، وهو إيه بقى؟ هداية التوفيق الدائمة، كما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم.